ميخا 5. دلوقتي جيشي جيوشك يا بنت الجيوش، قوم علينا حاجز، يضربوا قاضي اسرائيل بقضيب على خده. وانتي يا بيت لحم إفراتة، صغيرة انك تبي في قلوب يهوذا، منك يخرج لي اللي يبقى متسلط في اسرائيل، والمخارج بتاعته من زمان، من ايام ملهاش نهاية، عشان كده يسلم شعبه لحد ما تبقى اللي بتولد ولدت، بعد كده يرجع بقية اخواته لولاد اسرائيل، ويقوم ويرعى شعبه بقوة الرب، بعظمة اسم الرب الهه، ويثبته لانه دلوقتي يتعظم لاواخر الارض، ويبقى ده سلام. لو دخل اشور في ارضنا، ولو داس في القصور بتاعتنا، نقوم عليه 7 رعاة و8 من الامراء بتوع الناس، فيرعوا ارض اشور بالسيف وارض نمرود في الابواب بتاعتها، فيتنقز من اشور لو دخل ارضنا ولو داس الحدود بتاعتنا، وتبقى بقية يعقوب في وسط شعوب كتيرة زي الندى من عند الرب، زي المطر الشديد على العشب اللي ما يستناش انسان ولا يصبرش لولاد البشر، وتبقى بقية يعقوب بين الشعوب التانية في وسط شعوب كتيرة زي الاسد بين وحوش الغابة، زي الاسد الصغير بين قطعان الغنم اللي لو عدى يدوس ويفترس ومفيش اللي ينقذ، لاجل ما تعلى ايدك على اللي بيكرهوك وكل اللي بيعادوك يتقطعوا. ويبقى في اليوم ده بيقول الرب اني اقطع خيلك من وسطك، وافني المركبات بتاعتك، واقطع مدن ارضك، واهدم كل الحصون بتاعتك، واقطع السحر من ايدك، وما يبقاش عندك سحرة، واقطع تماثيلك المنحوتة والحاجات اللي بتنصبها من وسطك، فما تركعش للي بتعمله ايديك بعد كده، واقلع اعمدة الاماكن العالية بتاعتك من وسطك، وافني المدن بتاعتك، وبغضب وغيظ انتقم من الشعوب التانية اللي ما سمعوش.